مستشار محمد حلاوه رئيس محكمه استئناف اسكندريه، اهلا بيك. اهلا بيك حضرتك. كان في اكتر من واقعه حصلت في اللجنه على الاحتجاج دوت في بدايه المنتدى تاني. حضرتك بتصادر كل الم غريب، وهذه تعليمات اللجنه العليا للانتخابات، مظبوط؟ دي تعليمات اللجنه العليا للانتخابات. انا بفضل هذا بعد الدوشه اللي حصلت في الانتخابات اللي فاتت، ان في اقلام بيبقى فيها كاميرات واقلام الحبر بتاعها بيطير بعد فتره وجيزه، فانا بفضل اللي بيعلم بقلم مخالف او اللي بيدخل اللجنه بقلم مخالف غير اقلام اللجنه انا باخده منه. حضرتك اللجنه هي بتوفر الاقلام؟ واللجنه بتوفر الاقلام. تمام. حصل اي تجاوز او اي حد من لم يحدث اي تجاوز حتى الان. اشكرك معالي المستشار.